هيدا هدانية جدي بال89 مع هوية اللي هو سبب خراب لبنان مع هي الهوية. نعم. هقول لك أنا لبست هيدا الشال اليوم بمناسبة الحرايق اللي صارت بالغابات المسيحية، فما عم نحكي عن غابات مسيحية، ما خصنا احترقت كلها والحيوانات اللي بقلبها هربت، عم نحكي عن غابات مسلمة. إجا الثعلب لعب بعقل الأسد وربطه، اقتنع معه وربطه باتفاق هراب يعني، فربطه والاسد دل يبكي. اجا اجلكم الحمار وقال له فكك، قال له طبعا فكني، فكوا وراح الاسد طالع من الغابه. قالوا له الارنب لوين طالع؟ قال لن انا طالع من غابه ما بقى ينعوش بهذا البلد يلي الثعلب بفك فيها والحمار بيربط. شكرا معليك، بعرف انه نحن ليله